الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الأحباب في مشارق الأرض ومغاربها، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. تقبل الله طاعتكم. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الوباء والبلاء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.